ازيكم يا مواليد برج الميزان، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الميزان ليوم الخميس 8 ديسمبر كانون الاول 2022. بالنسبة ليك النهاردة يا ميزان، هيكون عندك احساس قوي جدا في الهدف في اليوم ده. خليك مستعد علشان تفهم فهم عميق اكتر لكل اللي هتنجح فيه واللي هتزدهر فيه. ممكن بسهولة توجه كل طاقتك لكل الانشطة المرضية اللي عندك. النهاردة الوقت مثالي وممتاز ومحتمل أكتر علشان تحقق كل الاختراقات اللي عندك اللي بتتعلق في البيت والأسرة. الوقت النهاردة حلو علشان تستمتع وتعبر عن نفسك بطرق جديدة، حتى لو ما كانتش الردود دايما ليك زي ما انت متوقع. ممكن تجري اتصالات هتبقى بتساهم بشكل كبير في حياتك وبثمن واضح جدا. انت النهاردة على وشك انك تتصل برغبتك وتحسن بيها كل حياتك. طرق جديدة قدامك هتتوصل بيها وممكن تكون ممتعة ليك. هتأدي تفاعلاتك النهاردة لمشاعر كبيرة فيها تفاؤل بشكل ملحوظ جدا. انت النهاردة بتولد ردود فعل إيجابية بشكل خاص لما تبقى بتترتب حياتك عليها وروتينك اليومي. حتى في أبسط الطرق ممكن تكون عندك انك تقوم بحاجات كتيرة بشكل مختلف شوية ومنعش اكتر. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، بيقضي القمر يومه في الجوزاء وبنلعب بالافكار وبنضع الخطط بشكل كبير. هيشجعنا القمر النهاردة علشان يكون عندنا نهج متصل اكتر وهيواصينا اكتر في كل حياتنا. مع عبور اورانوس هنكون منفتحين على التغير اكتر، هنستفيد من قدراتنا على اننا نقود ونلهم نفسنا. هيكون الوقت ده مناسب لكل الأنشطة الجماعية الديناميكية وإيجابية. الطاقة اللي عندنا هتكون ودية جدا في كل العلاقات اللي عندنا، هيكون من خلالها احنا واضحين مع بعض. هندي لنفسنا فرصة مع بعضنا في وقت واحد اننا نقبل كل الفردية اللي عندنا ونحترمها. التفاعلات النهاردة حلوة جدا ومتقدمة جدا وملهمة جدا، في الفترة دي لازم نستثمرها.